يقوم النظام التركي بنقل قادة من تنظيم جبهة النصرة الإرهابية من محافظة إدلب إلى تركيا بعد الاتفاق مع روسيا على إقامة منطقة منزوعة من السلاح في المحافظة. بعد الإعلان عن اتفاق المنطقة العازلة في إدلب والتي أبقت الكثير من الأسئلة عالقة دون إجابات، يبدو أن موضوع إدلب معقد والثغرات التي تضمنها الاتفاق قد تنهيه في أي لحظة. هذا يعتمد بشكل مباشر على قدرة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في ضبط المسلحين الذين يقدم لهم الدعم وقدرته على إقناعهم بتنفيذ بنود الاتفاق دون إحداث أي خلل، لأنه سيرتد عليه بشكل مباشر أكثر من أي جهة أخرى. ناهيك عن رغبة دمشق بالقيام بعملية عسكرية في إدلب وإعادتها إلى سيطرتها ضمن خارطة نفوذها، لذلك ستكون الأيام المقبلة بمثابة امتحان صعب لأردوغان عليه أن يعمل لإنجاحه قبل أن يفوت الأوان وتخرج الأمور عن السيطرة. أردوغان المستفيد الأكبر من التنظيمات الإرهابية من خلال استثماره لها، والذي نقل قياديين ومسلحين في جبهة النصرة الإرهابية وقام بتهريبهم في الأيام الأخيرة باتجاه الداخل التركي. وتأتي هذه المعلومات بعد توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق لإقرار منطقة منزوعة السلاح في إدلب، أوقف بموجبه معركة عسكرية كانت مرتقبة للنظام السوري تستهدف الفصائل المعارضة في إدلب. وقال تقرير لصحيفة الفجر المصرية واستنادا إلى مصادر محلية في محافظة إدلب أن تركيا نقلت خلال الأيام القليلة الماضية بعض القادة الجهاديين الأجانب من جسر الشغور وشمال اللاذقية مع عائلاتهم باتجاه الداخل التركي دون معرفة الوجهة النهائية التي سيتم نقلهم إليها. وذكر أن معظم من تم تهريبهم بواسطة السلطات التركية هم قياديون معروفون في محافظة إدلب بارتكابهم مجازر شنيعة بحق مدنيين وعسكريين سوريين خلال السنوات السابقة، فيما تؤكد معلومات إن عددا من القياديين والمسلحين المحليين التابعين لهيئة تحرير الشام جبهة النصرة تمكنوا كذلك من الهرب باتجاه الأراضي التركية خلال اليومين الماضيين عن طريق أحد التجار الأتراك وعبر بلدتي سرمدا وأطم الحدوديتين مقابل 10,000 دولار أمريكي عن كل قيادي و5,000 دولار عن كل مقاتل عادي. وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من مسلحي جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها قاموا في الآونة الأخيرة ببيع ممتلكاتهم بأسعار مخفضة جدا استعدادا للهروب خارج الأراضي السورية، على حين يتمسك العناصر الأجانب بالقرى والبلدات والمواقع التي يسيطرون عليها ويكثفون استعداداتهم لخوض المواجهة العسكرية، وعلى رأسهم الحزب الإسلامي التركستاني وأجناد القوقاز وحراس الدين. الجدير بالذكر أن ما يمثل حرجا كبيرا بالنسبة للجانب التركي الذي يعتبر نفسه ضامنا لجميع الفصائل المسلحة في إدلب ولديه القدرة على ضبطها هو رفض تنظيم حراس الدين الاتفاق الروسي التركي حول المحافظة، والذي ينص على إنشاء منطقة عازلة، حيث أوضح التنظيم رفضه في بيان نشره السبت 22 أيلول بأن ساحة الجهاد في بلاد الشام تمر بمرحلة حاسمة وخطيرة واجتمعت قوى الشر على المشروع الجهادي. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، يسعدني أن أرحب بضيفائي معي من باريس الأستاذ طارق زياد وهبي باحث في العلاقات الدولية، ومن برلين دكتور جمال قارصلي نائب ألماني سابق ومعارض سوري. ضيفائي الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. اسمحوا لي قبل أن أطرح الأسئلة على حضرتكم نعرض هذا جزء من المقابلة التي قام بها مراسلنا مع القيادي في جيش العزة مصطفى بكور، عرضوا لنا. منذ 3 أيام الجانب التركي عقد اجتماع مع قادة فصائل الجبهة الوطنية للتحرير إضافة إلى قائد جيش العزة، وأبلغهم بشروط الاتفاق وتفاصيل الاتفاق التي كانت مخالفة بشكل كامل لما تم تسريبه على الإعلام بعد قمة الرئيسين التركي والروسي. قيادة جيش العزة بعد عودة قائد جيش العزة من هذا الاجتماع، قيادة جيش العزة عقدت اجتماعا موسعا لكافة القادة في جيش العزة وقامت بدراسة تفصيلية لهذه الشروط التي تم نقلها من قبل الجانب التركي، وأجمعت قيادة جيش العزة على رفض هذه الشروط، وقد تركزت الشروط في 3 نقاط
أساسية. النقطة الأولى هي أن ما تم تسريبه أولا حول المنطقة المنزوعة السلاح يجب أن تكون مناصفة في المناطق ما بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة، لكن ما تم نقله من قبل الجانب التركي أن المنطقة ستمتد إلى مسافة 15 أو 20 كيلومتر فقط في المناطق المحررة، وهذا يعني أن هذه المناطق ستصبح تحت رحمة بما فيها من المدنيين، تحت رحمة النظام وتحت رحمة الطيران الروسي. النقطة الثانية وهي الدوريات المشتركة الروسية التركية التي سيتم تسييرها في هذه النقطة أو هذه المنطقة منزوعة السلاح، حيث سيتم تسيير دوريات روسية تركية، ويحق لهم حسب ما أبلغنا في هذا الاتفاق الدخول إلى مقرات الجيش الحر وتفتيشها عن السلاح الثقيل المتفق على سحبه خارج هذه المنطقة. طبعا نحن نرفض هذه الفكرة رفضا قاطعا. النقطة الثالثة هي نقطة فتح الطرقات العامة ما بين حلب وحماة وحلب واللاذقية. طبعا نحن نرفض من حيث المبدأ فتح هذه الطرقات، لأنها ستؤدي بالنتيجة إلى تنشيط التجارة ما بين مناطق سيطرة النظام، لكن كنا مستعدين للتضحية بهذا الأمر من أجل إخراج المعتقلين السوريين من سجون النظام. لذلك نعم، بالعودة مشاهدينا، اسمحوا لي أن أذهب مباشرة إلى ضيف من باريس الأستاذ طارق زياد وهبي. مساء الخير أستاذ زياد. مساء النور أستاذ. نعم أستاذ طارق، سمعت إلى المقابلة، جزء من المقابلة التي أجريناها مع مصطفى بكور. حقيقة يبدو أن هناك نقاط وثغرات كثيرة في اتفاقية منطقة خفض التصعيد أو المنطقة العازلة عفوا في إدلب. نعم، الذي نستطيع أن نقوله بهذا الموضوع هو ما مفهومنا للمنطقة المعزولة أو المنطقة العازلة. يعني اليوم الأتراك والروس قرروا أن يرسموا خطا في ما نسميه حدود محافظة إدلب، وأن يقولوا علينا أن نسير دوريات في هذه المنطقة لكي تكون هذه المنطقة منطقة آمنة. وأنا أود أن أضيف لما قيل، لأنني سمعت من بعض المسؤولين الفرنسيين أن حتى قيل أن بالاتفاق قد يسمح لضباط من الجيش السوري دون أسلحتهم أن يكونوا ضمن هذه الدوريات المشتركة، وبالتحديد عندما تصل هذه الدورية إلى منطقة جسر الشغور ومنها إلى ما نسميه كل المناطق باتجاه الشمال السوري. إذن ما يتم القول عنه حتى الآن هو ضبابي جدا، والمعروف أن الأتراك والروس يريدون أن يكون لهذه المنطقة منطقة عمليات نظيفة لهم، كي لا يحصل أي يعني تعارك أو أي إشكال. طيب. ما بين المعارضين الموجودين في محافظة إدلب وبين ما نسميه المناصرين للنظام السوري، لأن حتى اللحظة هناك بعض المواقع التي لا يوجد فيها فقط الجيش السوري، يعني هناك بعض النقاط، ورأينا خارطة سربت لها علاقة بمواضيع. طيب. مواقع عسكرية محددة للجيش السوري. أستاذ زياد، حتى لا أطيل أكثر على ضيف من برلين دكتور جمال قارصلي. مساء الخير دكتور جمال. أهلا مساء النور. يعني فوق الضبابية ضبابية، الآن تركيا تقوم بتهريب قيادات إرهابية من جبهة النصرة إلى الداخل التركي، دلالات هذا الأمر والتصرف دكتور جمال؟ طبعا نحن نعرف أن الآن أصبح المشهد يوضح أكثر والصورة توضح أكثر، ودعني أقول كسوري أنا سعيد جدا عندما يغادر أي إنسان متطرف الأراضي السورية، كان من كان، إن كان من اليسار أو من اليمين، من أي طرف إن كان، فدعنا نفرح على هذه النقطة. وأصور أنه حتى القوى المتطرفة الموجودة في منطقة إدلب عرفت الآن بأنها حقا نهايتها قربت، وعليها أن تتجد تستخدم كل السبل إلى أن تخرج من هذه المنطقة، لأن في النتيجة الجيش التركي سوف يكون هو الموجود بالسلاح الثقيل في كل المنطقة العازلة، أي يعني بمسافة 250 كيلومتر تقريبا وبعرض حوالي 20 كيلومتر. إذن هذه
هنا هم أصبحوا الآن في الكماشة، والآن هم يحاولوا أن يهربوا مثل الفئران من هذه المنطقة. ودعنا نفرح ونقول درب بسد ما يرد إن شاء الله، وأنا شيء هذه مبادرة خطوة جيدة، ونصور دعنا نقول نشكر تركيا على هذه الخطوة أنهم يخففون علينا الوطأ ويأخذونهم، وآمل أن يصرفوهم إلى المناطق التي أتوا إليها، وعلى روسيا كذلك أن تقوم بدورها، وإن قام البلدان بهذا الدور فنستطيع أن نتخلص من هذه القوى المتطرفة، ويبقى الجيش الحر في هذه المنطقة العازلة، وفي الأطراف يبقى الجيش التركي، ولا بد أن تمر مرحلة آمنة، ومنها أن يتحول المشهد إلى كل الأراضي السورية بشكل آمن وسليم. أستاذ طارق، أنا سمعنا في جزء من المقابلة النقاط التي طرحها مصطفى بكور القيادي في جيش العزة، قال بأنها لا تخدم بشكل أو بآخر كل الفصائل المعارضة، وأنها جرت مغايرة تماما عما تم التصريح به في الإعلان أو في الإعلام على شاشات التلفاز. يعني المعارضة السورية الموجودة في إدلب لا تنتظر من الأتراك أن يضغطوا عليها كل هذه الضغوطات. هناك ما تصنيف لبعض المعارضات في إدلب، وما قاله الضيف من برلين معه حق، يعني إذا استطاعت تركيا أن ترحل بعض الفصائل التي قد تكون إرهابية مصنفة لبعض الدول أو حتى للنظام في سوريا أو حتى للسوريين بحد ذاتهم، فشكرا لها. إذن اليوم التضارب مع كل الفصائل الموجودة في إدلب، لا تنسى أنها يعني النظام السوري والذين ساعدوه، يعني كان الإيرانيين وكان الروس، هم الذين جمعوا كل هذه الفصائل يعني المناهضة للنظام في هذه المنطقة، وهم الآن يطلبون من تركيا وحتى من روسيا أنه إذا باستطاعتكم حتى قتلهم فاقتلوهم. اليوم أنا ما أعتقده أن تركيا تقف أمام ما تسميه أنا أعرف هؤلاء أتركوني معهم لكي يعني أعيد تنظيمهم بمعنى آخر، اللي أعيد شتات يعني أبعدهم عن مناطق معينة، لأنني إذا لم أبعدهم أنا سينطلق فرق أخرى وسيأتي إرهابيين آخرين بالتصنيف الإرهابي لبعض الدول، وهنا المشكلة لا أستطيع أن يعني أضبطهم أو لا أستطيع أن أعرف من هم. لذلك تركيا تصر أن تساعد بعض الفصائل لأنها تعلم من هم، لأنها إذا لم تعد تعلم منهم فهنا خطر عليها. طيب. وخطر على أي تغيير بالمعنى الديموغرافي، يعني نقل أشخاص من منطقة إلى منطقة أخرى. طيب. ولذلك الأتراك حريصون مع الروس أن حتى أنا أعتقد أن حتى الروس يعرفون جيدا أين يذهب هؤلاء وكيفي ومن هم. طيب دكتور جمال، بالعودة إليك، يعني الكثير من فصائل الجيش الحر اتهمت تركيا بدورها السلبي منذ بداية الحراك في سوريا، يعني من حلب إلى الآن إدلب وترحيل الكثير من الفصائل، وبالتالي بطبيعة الحال هناك من أكد بأن هذا الاتفاق في نهاية المطاف سيعيد إدلب وشمال سوريا إلى حاضنة دمشق. أتصور لا نستطيع أن نلوم تركيا في هذه النقطة، لأن المنطقة الوحيدة التي هي كانت حسب اتفاق أستانا هي منطقة إدلب، هي التي ترعاها تركيا، المناطق الأخرى كان يرعاها الإيرانيون والروس. فإذا الآن تركيا تحاول وبكل حساسية وبكل دقة أن تنقذ هذه المنطقة من مأساة كبيرة، وتحاول أن تقوم بواجبها وهي تقوم الآن. فإذا هناك يوجد بعض الحساسيات من بعض القوى الجيش الحر، ولكن أنا دعني أقول حقا أنها الآن هو يوجد تحدي كبير لتركيا في هذه المسألة، وهي تريد أن تنقذ المنطقة، وعلينا أن نساعدها بذلك. وأنا لا أستطيع أن ألوم تركيا بهذه النقطة، لأنها حقا تقوم بعملها على أكمل وجه. ولكن دكتور جمال، هناك خلافات بدأت تظهر إلى السطح بين تركيا وروسيا حول هذا الاتفاق. نعم طبعا هناك في خلافات، لأن هناك حقا نحن استغربنا في البداية عندما أعلن عن الاتفاق إدلب بأن ستكون المنطقة 15 إلى 20 كيلومتر، وأن نصفها من طرف مناطق النظام ونصفها من المناطق التي يوجد فيها الجيش الحر، ولكن تبين الآن بأن هذه المنطقة كلها ستكون من المناطق التي يوجد فيها الجيش الحر. الجيش الحر يمتعض الآن، وبعض الفصائل تمتعض، لأن القوات الروسية التي ستفتش هذه المنطقة، منطقة يعني الآمنة أو المنزوعة السلاح، ستفتش على كل شيء، وربما حتى ستبعد
الأشخاص الذين هم غير مرغوب فيهم. إذن هناك يحدد الروس الآن من هو مرغوب به ومن هو غير مرغوب به. هذه الأمور جعلت الفصائل. طيب إذا كان هناك رفض من قبل تركيا ورفض من قبل الكثير من الفصائل والتنظيمات حتى المدرجة على لائحة الإرهاب، هل سيكون هناك بالتالي في نهاية المطاف صدام عسكري أو عملية عسكرية تقوم بها روسيا وقوات النظام في هذه المنطقة؟ أنا لا أتصور، لأني عندما تخرج الـ 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 عندما يخرج السلاح الثقيل من المنطقة العازلة هذه سيدخل عوضا عنها السلاح التركي، سيدخل الجيش التركي وبسلاحه الثقيل، فإذا سيكون حقا هناك تكون منطقة عازلة صحيحة. وبهذا الشكل كما قلت سابقا أنه ستكون المنطقة التي تحيط بكل القوى المتطرفة في الداخل في منطقة إدلب، فلذلك هم الآن يفكروا إما أن يخرجوا من هذه المنطقة، تخرج القوى المتطرفة من هذه المنطقة أو ستقتل. فإذا أنا أصور هذا تكتيك صحيح، وأنا أصور هو ممكن أن يوصلنا إلى نتيجة صحيحة. طيب دكتور جمال، خليني أخذ تعقيب على ما تفضلت به من ضيفي من باريس الأستاذ طارق. أستاذ طارق، تعقيب منك على ما تفضل به دكتور جمال. دكتور جمال معه حق 100%. اليوم الأتراك يعرفون جيدا أن هذه الفصائل التي تسيطر على منطقة إبلم يعرفون ما نسميه الواقع العسكري والواقع الميداني، وهم بحاجة لهم، لأن إذا كان الأتراك أرادوا أن يقوموا بشيء ضد ما نسميه مصلحة الجيش السوري الحر أو بعض الفصائل التي هي من الأساس ما نسميه المعارضة السلمية والمعارضة التي تريد أن تعطي لسوريا وجها آخر، سيقوم هناك عدة مشاكل ما بينهم. لذلك الأتراك لا يريدون الدخول بهذه المشاكل، ويريدون أيضا أن يقول للروس نحن حاضرون لكي نثبت الوضع في إدلب، وما عليكم أبدا أن تفتحوا النار على أحد، وبالدليل تعالوا لكي نقوم بما نسميه الدوريات المشتركة. وهذه الدوريات المشتركة هم أيضا يرحبون بحضور بعض ضباط من الجيش السوري، الجيش العربي السوري الحالي للنظام، ولكنهم يقولون لهم أنتم فقط هنا كمراقبين فقط لا غير. أعيد يا سيدي، الفكرة كانت أساسا عند النظام لا يريد من إدلب شيئا، إنه يريد فقط أن يوجد طريقا إلى حلب مرورا بجسر الشغور حتى إدلب حتى حلب، لكي لا يتم هذا الموضوع. لذلك الطريق ممكن هذا ما نسميه 20 كيلومتر، ولكن من نقاط الخلاف بين روسيا وتركيا هو موضوع فتح هذا الطريق. أستاذ زياد، ما هذه المشكلة اليوم التفاوض مع تركيا هو تفاوض. تركيا تعلم جيدا ما يحدث في إدلب، بينما الروس لا يعلمون. الروس يتعاطون بالموضوع فقط من الناحية العسكرية، إذ مراقبة كل هذه المواقع العسكرية تفيدهم لكي يضربوا بعض الفصائل التي قد تكون فعلا شرسة بموضوع إذا كان هناك مقاومة حقيقية عندما يريد إن كان الجيش السوري العربي السوري الدخول، أو ما نسميه الفصائل الروسية، أو حتى ممكن فصائل من إيران أو من يعني حزب الله أو غيرهم. إذن أريد أن أعقب أيضا، اليوم لا يستطيع الروسي أن يفتح النار، لأن الأمريكي بالمرصاد، والأمريكي قالها علنا، قالها إذا أرسل صاروخا واحدا باتجاه إدلب فأنا سأعتقد أن هذا الصاروخ يحمل سلاحا كيماويا، وأنا سأضرب مواقع للجيش السوري بهذا الموضوع. إذن هناك ما نسميه معادلة قوة موجودة، ليست لحماية الإرهابيين الموجودين في إدلب، إذا اعتبرنا أن هذا الإرهابيين بمبدأ النسبية، بمعنى أنهم إرهابيين نسبة لدولة، ليس من يعني. أريد أن أؤكد لك يا سيدي أن كلمة إرهاب هي كلمة نسبية عند الدول، ولكن التنظيمات الموجودة في إدلب أغلبيتها مصنفة عالميا. اسمح لي حتى لا أطيل أكثر على دكتور جمال. دكتور جمال، يعني في ظل ما أشرتم أنت والأستاذ زياد على كل ما يتعلق بموضوع المنطقة العازلة والخلافات، يسأل البعض إذا لماذا تم الاتفاق عن هذه المنطقة أن جعلت جيش الحر وكل الفصائل بين فكي كماشة كما يقال؟ لا، أنا أصور الجيش الحر وخاصة الفصائل المعتدلة لا مانع لديها، تريد أن حقا أن تكون المنطقة هنا آمنة ونعيش بأمان، ولكن نحن نعرف القسوة الروسية واستخدام النظام للسلاح الكيميائي والتهديدات التي كانت تتم، ونعرف أن هؤلاء أتوا بعيالهم وأطفالهم إلى هذه المنطقة، فإذا هم الصور لا مانع لديهم عندما يكون تكون هناك منطقة عازلة وهم يعيشوا بأمان في هذه المنطقة. الامتعاض هو ربما على التحاليل وتفاصيل هذه الاتفاقيات كما قلت سابقا، هم يخافون أن يأتي أحدا بلباس روسي
ومع هذه الدوريات، ولكن هو تابع للجيش السوري وهم يعني كجواسيس ومخبرين، فهذا ما ربما ما يقلقهم، ولكن انا اتصور يريدون ان يعيشوا بامان وسلامه في هذه المنطقه. أمان وسلامة مع وجود تنظيمات مصنفة ومدرجة عالميا بأنها إرهابية، يعني حتى تركيا وافقت على محاربة هذه التنظيمات، والخلاف الأبرز هنا بين روسيا وتركيا حول الأمور التي طلبت من تركيا تنفيذها، وهي لحد هذه اللحظة لم تقوم بأي شيء، لم تحرك ساكن كما يقال. لا، تركيا انا اتصور قبل قليل انتم قلتم بتقريركم بان تركيا اخذت قسم من قيادات جبهه النصره اليها وتريد ان تفرقهم وان توزعهم. انا اتصور علينا دائما ان نتكلم باتجاه واحد، فاذا تركيا تحاول ان تقوم بواجبها وتريد ان حقا ان تعيق يعني كارثه انسانيه وتحاول قدر المستطاع. طبعا كما قلنا هو هذا دائما تفسير كما الغرب يفسر في بعض الاحيان. دكتور جمال، حتى 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 ما اكون باتجاه واحد مثل ما اشرت حضرتك، انا باكد لك انه الخلاف دعنا نقول الشديد بين تركيا وروسيا هي هذه النقطه. الروس يعني لافروف صرح السيد لافروف بان يجب قتل كل التنظيمات الارهابيه، ورفض فكرة نقل هؤلاء إلى أماكن أخرى ساخنة في العالم كأفغانستان وغيرها من الدول. طبعاً أنا أعرف أن الغرب وأوروبا كلهم يريدون أن يقتلوا هؤلاء الناس، وهذه أحد حقاً ربما تكتيكات الدول الغربية بشكل عام، وحتى الروس أتوا جلبوا هؤلاء الجهاديين، أسلوهم من بلادهم إلى هذه المنطقة، ولكن يريدوا أن يقتلوهم، ولكن يريدوا لا يقتلوهم لوحدهم، لأنهم لا يستطيعوا أن يقتلوهم لوحدهم. لا مانع الصور لأحد من حتى من الطرف المعتدل بالجيش الحر ان يتخلصوا من هؤلاء، ولكن عندما يريد ان يقتلوهم سيقتلوا مدنيين كثر وستكون هجره كبيره هناك، ونعرف الكارثه التي ستتم. ولكن عندما يريد ان نحل هذه المساله المعقده علينا ان نحلها خطوه خطوه، وان ندعم الجيش الحر، ان ندعم القوى المتطرفه هنا، ونعزل هؤلاء. طيب. وكذلك يعني ننهي تمويلهم الخارجي، فهم سينتهوا، ونفككهم من الداخل، وهذا شيء معقول، ولكن الصور تركيا والدول الاخرى تحتاج الى وقت لكي تقوم بهذه المهمه الصعبه والشائكه. طيب استاذ زياد، بدي وجهه نظرك في هذا الموضوع والخلاف البارز بين كل من موسكو وانقره حول التصنيفات الارهابيه والجماعات الارهابيه، ودائما روسيا تؤكد وتشدد على موضوع قتل الارهابيين على العكس من تركيا، يعني نقطه خلاف جوهريه وكبيره بين الدولتين. يا سيدي، أليس في سوريا حاليا بالقرب من الجيش الروسي فصائل مسلحة ليست لها علاقة بما نسميه كجيوش دولة كجيش سوري؟ يعني هناك فصائل روسية، هناك فصائل أفغانية عراقية لبنانية تتواجد على الأراضي السورية، وهي بالنسبة لبعض الدول هي أيضا فصائل إرهابية، ولكن هي تقاتل من يعني الضفة الأخرى لما نسميه الفصائل السورية المعارضة الموجودة من الضفة الثانية. أريد أن أؤكد لك سيدي أن هناك ما نسميه الفصائل لنقل بين قوسين الإسلامية، بمعنى أنه هناك بعض الفصائل التي كان لها مواقف جد عسكريا جد شرسة جد تتعاطى بمخارج ما نسميه الآداب الإسلامية أو المفاهيم الإسلامية، لذلك صنفت بالمفهوم الإرهابي. أيضا هناك يعني اليوم عندما تتكلم عن النصرة، من أخرج النصرة من جرد القلمون؟ ليس الأتراك، إنهم الإيرانيين والروس، وأوصلوهم بالبساط حتى إدلب. إذن الموضوع ليس بهذه البساطة، هم يعرفون. طيب من هم أستاذ زياد، أكثر من جهة تستثمر موضوع التنظيمات الإرهابية، وحتى تركيا يعني كان ذلك واضحا وجليا فيما حدث في عفرين، والآن كتيبة التوحيد والجهاد يعني هي كتيبة إرهابية معروفة، وهي الآن في عفرين وولائها بالمطلق لتركيا. صحيح صحيح يا سيدي، والأتراك يريدون أيضا لا ننسى أن يكونوا بصد موضوع ما نسميه الجيش يعني منطقة شمال سوريا التي اليوم موجود فيها الأكراد السوريين، ويريدون أن يكون هذه المنطقة لهم يد، وهي زي اليد السورية. وهذه فعلا يعني نحن الآن نقاتل السوريين بالسوريين، والقوى العظمى تقاتل السوريين بالسوريين، ومن يدفع الثمن هو الشعب السوري. لذلك
هناك لعبة أمم كبيرة في هذا الموضوع، والأتراك عليهم مسؤولية كبيرة. كما ضيفي الكرام، يعني نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا الليلة. أستاذ ضيفي من باريس أستاذ طارق زياد وهبي، باحث في العلاقات الدولية، شكرا لك على كل الإيضاحات وعلى تلبية الدعوة. شكرا لك أيضا ضيفي من برلين دكتور جمال قارصلي نائب ألماني سابق ومعارض سوري على تلبية الدعوة، والشكر موصول لكم مشاهدين على طيب وحسن كرام تابع. دمتم بخير، إلى اللقاء.